اختتمت فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته السابعة بتوزيع الجوائز على الأفلام الفائزة وسط حفاوة من الحضور الذين اكتظ بهم مسرح أحد الفنادق بمدينة أسوان. جاء المهرجان بمشاركة عدد من نجوم السينما المصريين والأجانب الذين شاركوا ب 61 فيلما ما بين الأفلام الطويلة والقصيرة والأفلام ذات الأثر، بالإضافة إلى برنامج أفلام الورش. استفدت حاجات كتيرة جدا يعني استاذة سلوى، لا فادتنا كتير، ادتنا تدريبات مختلفة، وشاركت برضو في فيلم لما ينام النيل كان نتاج الورش. فيلم لما ينام النيل اخراج طه الترمسي. لا يعني كانت تجربة جميلة جدا كأول مرة تمثيل يعني سينما. أنا سعيد بأن حدث زي ده بيقام عندنا في أسوان، حاجة تعتبر إضافة قوية، ويعتبر أن هو أنا يمكن اتفرجت على الورش وكده، وشيء اللي حاصل ده شيء مشرف لمحافظة أسوان، وحدث مهم جدا أن أشوف الفنانين من الدول المختلفة بيحضروا المهرجان. أنا استفدت كتير، وأول مرة أشترك في مهرجان الدورة السابعة، واتمنى ان انا اشترك في مهرجان الثامن، فيعني الواحد مبسوط جدا وهيفيد باذن الله غيره يعني.